العرب يقولون احتج إلى من شئت تكن أسيرة، واستغني عن من شئت تكن نظيرة متساويا معه، وأنعم على من شئت تكن أميرة. هذه قاعدة موجودة في الكون لا يمكن أن نخرج عنها. الله وبركاته شباب، كيف حالكم يا جماعة؟ شباب جبنا لكم خريطة مغرب، خريطة مغرب الجديدة إصدار 1.40 إلى إصدار 1.42. فهذا يصير كثير إذا أخلي برابط مباشر، فأني خليت أخلي اللينك بالوصف هذا الفيديو مع الشرح، تابعوا الشرح زين حتى أنت بعدين ما تغلط بالتثبيت الخريطة. زين عمري تجي هنا أخلي اللينك بالوصف مثل هذا، لما تدوسه رأسا يحولك إلى موقع الرسمي. الموقع الرسمي إخواني شكله هيجي، هذا الشكل، هذا الشكل يظهر يمك. فأنت تجي هو خريطة مغرب 4 ملفات، تجي على الملف الأول تدوسه يحملها، بعدين تجي على الملف الثاني، بعدين على الملف الثالث، بعدين على الملف الرابع. زين زين عمري هذولهم 4، انت ما عندكش علاقة هذا ولا هذا، هذا 4 ملف فقط، 1 2 3 4. زين لما تدوسه بعدين تجي هنا تدوسه تبقى 6 ثواني، شوف 6 ثواني يحملها، هو اوتوماتيك يحملها. خلي هذا ينزل، اصبروا، الصبر من الرحمن والعجلة من الشيطان. هي شوف ده يحمل، هي خفيفة، الملفات خفيفة جدا جدا، فانا لا اريد الملف لان انا حملته. اوكي اها زين عمري، مثل ما اني قلت لكم كل ملف 1 1 تروح 1 2 3 4. اوكي تحمله، بعدين تتسوي واحد بروفايل هيك، واحد بروفايل مثل هذا، تنسخه. حملنا 4 ملفات، 1 2 3 4، تعطي كوبي. اين النسخة؟ هذا النسخة على شو اسمه ماي كمبيوتر، تفتح الماي كمبيوتر، تجي على المستندات تفتح، تجي على ايرو تراك سيميليتر تفتح، بعدين تجي على المود تفتح المود وتعطي اللزق. فانا حملت هناك، لا اريد الحاجة انا بكلم مغربي، لا اريد الحاجة. سلام يا تحياتي لكل الشعب المغرب، خاصة أبو محمود، حسن الوردة، حسن اليوتيوبر صديقي العزيز. شو نعمل؟ فندخل إلى اللعبة. بسم الله ما شاء الله، هسه حاليا اللعبة معي 1.41، ولكن تعمل إلى 1.42 كمان، يعني 2 إصدار يشتغل. يلا شباب نجي هنا، أول شيء بداية لازم تعمل بروفايل جديد، تجي هنا نعمل بروفايل جديد، نيو بروفايل، ندوسه بدون حاجة هنا، تجي هنا أول شيء بداية نظبط شو اسمه الخريطة. الخريطة كما أنتم تشوفون بداية، هذا اسمه داتا. أول شيء تعمل داتا، هذا داتا كليكين، بعدين هذول هم مكتوبة. شوف هنا مكتوبة 1، هذا 2، هي مكتوبة 2، وهذا 3، هي 3. شو نعمل؟ هذا 1 2 3. شوفوا شباب بداية داتا، شوفه 1 2 3، نقول له اوكي. بعدين نجي نختار هذا بنات،
تتحب تختار بنت ولا ولد؟ هذا مكان مال أولاد، نختار هذا العسعوسي. استغفر الله. بعدين نجي هنا، أنا بختار مان، وهذا الشركة لوجو، خلي لوجو هذا، نكتب الاسم، أنا خليت هذا اسمي، اسم الشركة نكتب يابا علي. بعدين تشيل الصح وتعطي اوكي. يلا انا بلعب بالماوس والكيبورد، ما عنديش غير شيء الا ماوس وكيبورد. الشباب لما يشتغل الخريطة هو يشتغل هكذا، بعدين انت بالماوس على الكليك اليمين هيك تسحبه، تجي هو الى هو من موجودة بطرف اسبانيا. هذا احتمال لازم انت تكون عندك شو اسمه خريطة مال اسبانيا، اذا طبعا لعبة اصلية. فيا حبيبي اذا انت مشتاق لمغرب، خريطة مغرب كثيرا، عندي لعبة مكركة مع الشرح، تعال حمل اللعبة من عندي، لعبة محاكي الشاحنات، فبعدين رتب هذا الخريطة المغرب. فيابا هسه حاليا نجي على هنا، اخترت هذا المكان من المغرب، هذا خريطة مغرب شباب. خلينا احنا نتابع مع بعض، وعندي هم خريطة بالريموت، تقدر تتحمل خريطة بالريموت، ومع الخريطة المغرب يصدر 1.41 يصير هايلايت كومبليت، اكبر خريطة تصير انت عندك. يعني مثل ما تقولون عندي لعبة مكركة محاكي الشاحنات، وعندي خريطة بالريموت اخر اصدار، وتحمل هذا الخريطة المغرب مع البرموت، والله شيء جميل جدا. جميل جمال جميل جمال مالوش ديان. الله أكبر عليك، ايه الحلاوة دي، ايه الحلاوة دي. آها يلا مغرب، شيل المرايا شيل المرايا. الله الله جميلك ها، بسم الله ما شاء الله، بيبسي كوكا كولا. الله يلا يلا روح روح شوية، انا عندي مشكلة بالكمبيوتر يرد لها تحديث الويندوز، شوف مكتوبة تنشيط الويندوز تعقيب. أنا أين تذهب؟ يلا ما فيش مشكلة، هذا الشرح شباب شرح. وري يا علي مغربي، هلا بعلي مغربي، وين شلون بمشي على هذا؟ أوه ما سويت غلط بغلط يابا. ويندوز بتاع الكمبيوتر يراد له التحديث. احسن شيء نطير، والله جميلة جميلة جدا جدا. طبعا شوية نستمتع، شنو في بالخريطة المغرب شنو ما في. اوه عنده تانجرات بيت جديد، يلا مهم شامة شامة. ايش شيل الحمولة ما فيش مشكلة. وخلي موديل المصاري بالش اسمه موديل ليفل والمصاري بالوصف الفيديو. انا خلي يعطونا واحد مكان شوية بعيد. تمام
إيه يلا يا مغرب، يلا يا مغرب. ماروكو. بونجور مسيو، تو ماروكيان؟ وي مسيو، مي جي ماروك. وي سافا سافا بيان. اكيت موا لوغ. شكون شلون نمشي؟ سبب طبعا يمك ما اكلك، بس يمي اكل لان الكمبيوتر مالي يرد له التحديث، تحديث ويندوز. الله مغرب حلوة، مغرب والجزائر. عدنا خريطة تونس، ان شاء الله بعد كم يوم اجيب الجزائر. كان انا عندي متابعيني كثيرا وكثيرا، متابعين جزائري، بس ما لقيتش خريطة الجزائر، فجبت لكم خريطة المغرب. ما فيش مشكلة، يلا روحي روحي، يلا عمو روحي. شلون نمشي؟ هذا شنو؟ والله مكان ما المغرب ضيقة كثيرا. طبعا انا الجرافيك مال اللعبة مالتي هم يعني الترا، يراد لها نخفف بالجرافيك. هو مو صوت الجرافيك شباب، هو صوت اللي لازم انا بعطيه تحديث على الويندوز. الكمبيوتر بتاعي في مشكلة. توقف. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. يلا يا علاوي روح على الخطوط المغربية. شلون نمشي؟ يلا هيك نمشي، ما فيش مشكلة ما فيش مشكلة، هذا تجربة تجربة، ما فيش مشكلة. بسم الله ما شاء الله على بركة الله. ايه بوليساي. سافا مسيو. جميلة جدا 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 طبعا، والله حلوة، اشهد الله حلوة. هسه ان شاء الله بعدين اركب شو اسمه خريطة الدولة العربية. عندنا عندنا رابط مباشر خريطة بالريموت، اصدار 1.41. حملها وحمل اللعبة، اصدار 1.41 من عندي، موجودة ويا فيديوهاتي. وحمل الخريطة ماروك مغرب تمام. روح يا الشر الشروسي روح. جميلة جدا جدا جميلة. نفتح البث المباشر بعدين. روح شباب، انا صراحة ما اريد الفيديو طويل، ما اريد الفيديو طويل، احسن شي شوية نطير على مود. ما اريد الفيديو يطول، نشوف الخريطة المغرب الحبيبة. سلامة تحياتي لكل شعب المغرب. اهو الخريطة جميلة حلوة. اوه هذا شنو بصير؟ اوه سفن باخرة. اوه الله حلوة، جميل جمال. هذا يلا ماروك مغربية. هلا هلا يا مغربي، انا اخوكم علي من كردستان العراق يا شعب المغرب. باي باي الفقر، باي باي الميزيرية، باي باي القبح، هلا بالطبقة المقبلية. كردستان حر غلاط يا كو نادي بشر. يا اهلا وسهلا. طبعا وصلنا، نوصل هذا الشيء بالحمولة بالشركة.
آه جميلة بصراحة، جميلة جدا. كبيرة. من المكان. يلا شباب انتهينا يا حباب قلبي. انا ما اريد الفيديو طويل، وفيما لا الله معكم، لا تنسون لايك والاشتراك، دعمنا بالقناة المتواضعة فيما لا، تابعوا الشرح زين.